قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. قال الماتن رحمه الله: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله، وإن دمن اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة أشهر وعشر، وإن رجعية وإن تمت قبل زمن حيضتها. قال الشارح رحمه الله: إن تمت الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها قبل زمن حيضتها، بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها، وتوفي عنها عقب طهرها. أكمل المسألة، أكمل. ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها. وقال: النساء لا ريبة بها، بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل. لا ريبة بها بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل، وإلا بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها، بأن كانت تحيض أثناء بأن لم تتم الأربعة أشهر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض، أو استحيضت ولم تميز، أو تأخرت لمرض على الراجح، أو تمت قبل زمن حيضها. وقال: النساء بها ريبة انتظرت هذا الجواب، انتظرت. والمصنف رحمه الله بدأ يتكلم على عدة الحامل، قال حملها عدتها بوضع حملها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت عدة وفاة وإلا عدة طلاق. إذا كان المرأة توفي عن زوجها حامل تنتهي عدتها بوضع حملها ولو لحظة واحدة بعد وفاتها تخرج من العدة. وكذلك المطلقة إذا طلقها قال: أنت طالق، وضعت حملها خرجت من عدتها. وتقدم هذا يعني لعله يأتي هذا بشرط أن يكون الحمل يلحق بصاحب الطلاق أو صاحب الوفاة، إذا كان يلحق به الولد. أما إذا ولدت ولدا مرة ولدت ولدا لا يلحق به ولدته أقل من ستة أشهر وكذا، فهذه لا تخرج من العدة بوضع حملها، وإنما تخرج عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وعدتها في الطلاق بالأقرى. يعني وضع الحمل يكون علامة انتهاء العدة بشرط أن يكون الولد مما يلحق بأبيه، أما إذا كان لا يلحق بأبيه فلا تخرج العدة منه، المرأة منه بوضع العدة بوضع الحمل، بل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر وفي الطلاق بثلاثة أقرى. ثم بعد ذلك قال وذكر مسألة أخرى، قال: إذا كان النكاح فاسدا
إذا كان المرأة توفي عنها زوجها وكان النكاح فاسدا، هي المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل قلنا بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشر كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. لكن إذا كان هذا إذا كان نكاح صحيحا، إذا كان نكاح صحيحا عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. قال: أما إذا كان نكاح فاسدا فأشار إليه بقوله: فكالمطلقة إن فسد، ويقصد بالفساد الفساد المتفق عليه، نكاح متفق على فساده مش مختلف فيه، مثل نكاح المتعة ولا نكاح المحارم عند عدم العلم به، فهو نكاح متفق على فساده، وإن كان يدرو الحد للشبهة ويلحق فيه الولد لكنه مجمع على فساده. قال: إذا كان المرأة توفي عنها زوجها في نكاح فاسد مجمع على فساده فهي كالمطلقة، عدتها بالأقراء، عدتها ثلاثة قرى. وإذا كان نكاح صحيحا أو فاسدا مختلف في فساده، إذا كان نكاح صحيحا أو فاسدا مختلفا في فساده، لأن المختلف في فساده حكم الصحيح. المتوفى عنها عدة المتوفى عنها في النكاح الصحيح، وإلا المختلف في فساده كانت حاملا وضع الحمل كما تقدم، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر، نكاح صحيح ولا مختلف. إذا كان متفق على فساده تقدم هو كالمطلقة ثلاث أقرى، وإذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده فعدته أربعة أشهر وعشر. هل هذا مطلقا أربعة أشهر كل يعني متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح أو مختلف في فساده مطلقا هي عدتها أربعة أشهر وعشر؟ قال: هذا بشرطين. أولا موضوع المسألة أنه مدخول بها، أي المرأة مدخول بها، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر في الصحيح وفي المختلف في فساده بشرطين. الشرط الأول: إذا كان هذه المدة مضت ولم يأتي وقت حيضها وتأخر عن وقته، إن كانت هذه المدة أربعة أشهر وعشر ما جاءش في أثناء وقت الحيض والحيض تأخر، مثلا كانت عادتها كل ثلاثة أشهر تحيض وجت الأربع أشهر لم تحيض فيها، فهذه خالفت عدتها، هذه لا تعتد بالأربع أشهر وعشر، أعتد بأربعة أشهر وعشر بحيث أنه لا يتخلل هذه المدة وقت حيضتها، بأن كان تحيض مثلا في كل خمسة أشهر هذه ما يضرش، إذا كان عادتها كل خمسة أشهر تحيض فمرت أربعة أشهر وعشر ولم تحيض فهذا أمر معتاد لا يحدث ريبة في أنها حامل، لأن وقت حيضها لم يأتي. لكن لو كان وقت حيضها أتى في أثناء الأربعة أشهر وتأخر فهذه ريبة، هذه تجعلها تنتظر تسعة أشهر، لا تكون عدة المتوفى عنها في هذه الحالة أربعة أشهر وعشر إذا كان في أثناء هذه المدة كان مجيء وقت حيضها وتأخر عنه، أو تأخر إذا كان تأخر من غير سبب، يعني لم يتأخر بسبب الرضاع، إذا تأخر بسبب الرضاع هذا لا يضر، ما زال هي تعتد بالأربع عشر وعشر يعني معروف سبب التأخر. لكن إذا تأخر من غير سبب أو تأخر بالمرض
ومضت الأربع أشهر وكان عادتها تحيض في المدة هذه وتأخرت، هذه لا تخرج من العدة بالأربعة أشهر وعشر وإن كان متوفى عنها، بل تنتظر تسعة أشهر كما قال انتظرت، آخر جواب المثل. والشرط الثاني ألا تكون هناك ريبة، هذه المتوفى عنها يعني في نكاح صحيح أو مختلف الفساد تعتد أربعة أشهر وعشر، بشرط ألا تكون هناك ريبة في حملها. الناس اشتبهوا في حملها والنساء اشتبهن في حملها، قالوا هي تحس في حركة في بطنها وهناك شبهة في أن عندها حمل. إذا كان هناك ريبة في حملها، النساء قالت ذلك، أو استحيضت ولم تميز الدم، ما فيش الدم كله سواء، لم تفرق بين دم استحاضة ولا حيض، إذا استمر بها الدم ولم تفرق، أو قال النساء وهي شعرت بريبة في الحمل، فهذه أيضا لا تعتد بأربعة أشهر وعشر بل تنتظر تسعة أشهر. هذا هو الشرط الذي ذكره في كون المرأة المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشر. هل كل متوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشر؟ قال لا، ليس كذلك، تكون عدتها أربعة أشهر وعشر في النكاح الصحيح أو المختلف في فساده، بشرط أن تكون مرت الأربعة أشهر وعشر ولم يتأخر فيها عنها الحيض فيها، إن لم يجتز هذه المدة وقت حيضتها وتأخر عنها، أو كانت استحيضت ولم تميز، أو وقعت ريبة في حملها، فهذه لا تعتد بالأربعة أشهر وعشر. أما من هي التي تعتد بالأربعة أشهر وعشر؟ هي التي تأخر حيضها إما لرضاع، وإما أن عادتها هي لا تحيض إلا كل خمسة أشهر أكثر من أربعة أشهر، فهذا من طبيعة الحالة أن في الأربعة أشهر وعشر لا يأتيها الحيض، فهذا لا يحدث تأخر الحيض في هذه الحالة بالنسبة إليها، ما دامت ما تحيضش إلا في كل خمسة أشهر مرة، معنى هذا لا يحدث شك في أنها غريبة في حملها، بل هي تخرج من العدة بالأربعة أشهر وعشر وهي مضمونة السلامة من الحمل. متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر في النكاح الصحيح والمختلف في أساده، بشرط ألا تكون هناك ريبة في حملها. هذه الريبة إما بأن هي ارتابت وشكت أن في تحرك في بطنها حمل، أو حصلت الريبة بأن حيضتها تأخرت عن المعتاد ولم تأتي أثناء الأربعة أشهر، فإن حاضت أثناء الأربعة أشهر وعشر فهذا يعني خلاص مضمون أنها غير حامل، بالتأكيد تكون عدتها أربعة أشهر وعشر. إذا لم تحض أثناء هذه المدة وكان حيضها كل خمسة أشهر، هذه الحالة أيضا ليس هناك ريبة، تكون العدة أربعة أشهر وعشر. لكن إذا تأخر، كان حيضها كل ثلاثة أشهر وتأخر، أو كانت مستحاضة ولم تميز الدم، أو شك النساء في حملها، فهذه لا تخرج من العدة بالأربعة أشهر وعشر بل تنتظر تسعة أشهر. هذا قولي مع قوله انتظرت. انتظرتها أي الحيضة، أو تمام تسعة أشهر، فإن زالت الريبة حلت، وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل. يعني إذا كان هي حاضت حيضة واحدة وتنتظر الحيضة الثانية، يعني وإذا كان هي لم تحض، وقلنا إذا كان وقت حيضتها ولم تحض، فالأربع أشهر وعشر لا تكون علامة لخروجها من العدة، بل تنتظر إذا جت حيضتها في وقتها المعتاد يمشي الحال، ما عرفنا أنها غير حامل، أو تنتظر تسعة أشهر هي مدة الحمل،
فإذا كان يعني زالت الريبة خرجت من العدة بتسعة أشهر، وإذا استمرت الريبة حتى بعد تسعة أشهر فإنها تستمر في العدة إلى أقصى أمد الحمل وهو 64 أو 50 على الخلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إن دخل بها شرط في قوله إن تمت إلى آخره، أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته وإلا حلت بمضي 4 أشهر و10 من غير تفصيل. إن هذا التفصيل لما قلنا عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 بشرطين، هذا في المدخول بها. الشرطان هما أن يعني لا يتأخر حيضها في أثناء 4 أشهر و10 ولم تكن هناك ريبة، هذا الشرطان، هذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فلا نحتاج إلى هذين الشرطين، لأن لماذا هذا التفصيل كله وهذه الشروط كلها؟ لأننا نخاف من الحمل، أن وجود حمل، إذا كان هناك وجود حمل في 4 أشهر و10 لا تفيدنا. أما غير المدخول بها فلا نحتاج إلى هذا كله، لأن احتمال الحمل غير وارد، فتخرج من العدة 4 أشهر و10 غير مدخول بها من غير تفصيل ولا شروط. وتنصفت عدة الوفاة بالرق ولو بشائبة فهي 2 شهر و5 ليال، حيث كانت صغيرة أو آيسة أو شابة لم ترى الحيض أصلا أو رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع. نتكلم الكلام الماضي 4 أشهر و10 عدة المتوفى عنها غير الحامل، هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة فإنها تتنصف، تكون على النصف، تكون على النصف يعني تكون 2 شهر و5 أيام. وزي ما اشترطنا في عدة الحرة 4 أشهر و10 أيام، اشترطنا فيها ألا تكون هناك ريبة في الحمل ولا يتأخر حملها على الوقت المعتاد أثناء هذه المدة. في مسألة الأمة الشرط أشد، لأن المدة أقصر، مدة 2 شهر و5 أيام. مدة الحرة 4 أشهر و10 أيام، إذا كان فيه حمل وكذا فإنه فرصة التبين فيه كبيرة. وإذاك ما اشترطناش فيها الحرة أن يأتيها الحيض أثناء هذه 4 أشهر، حتى لو لم يأتيها ما دامه ما تأخرش عن وقته يكفينا في الحرة. لكن في الأمة لأن المدة متاعها قصيرة، مدتها 2 شهر و5 أيام، هذه لابد شرطها أن تأتيها الحيضة أثناء هذه المدة، يعني عدة الرقيق ولو بشائبة، يعني مش لازم رقيق كامل مكاتب ولا مبعض، يعني مبعض ولا نعم، يعني الرقيق ولو بشائبة، العدة على النصف 2 شهر و5 أيام، لكن بشرط أشد من شرط الحرة وهو أن تأتيها الحيضة أثناء هذه المدة. في الحرة ما اشترطناش أن تأتيها الحيضة، قلنا بشرط أنها ما تتأخرش بس عن وقتها. أما هذه قالوا لا، بشرط أن تأتيها الحيضة في أثناء هذه المدة بحيث نامن عدم وجود الحمل. أما إذا تأخرت الحيضة عنها فما عاش يبقى هذه عدتها بالشهرين و5 أيام، بل تتحول عدتها إلى الأقرأ والحيض. أيوة.
وإن لم تحض وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة أو فيها وتأخر فثلاثة أشهر عدتها. إذا كانت حاضت فعدتها بالحيض، وإذا كان لم تحض يعني فعدتها ثلاثة أشهر، ولا لم يحض وولاة الأحمال ولا لم يحض يعني ثلاثة أشهر. يعني إذن الرقيق، المرأة الرقيق عدة الوفاة فيها النصف، شهران وخمسة أيام، بشرط أن لا يتأخر حيضها. فإذا كان تأخر حيضها فعدتها تكون بالأشهر ثلاثة أشهر، يعني لأنها تعد من غير ذوات الحيض. أيوة. إلا أن ترتاب فتسعة، إن لم تر الحيض قبلها فإن رأته أثناءها حلت، فإن بقيت الريبة انتظرت زوالها وأقصى أمد الحمل. أمد الحمل. فهي تنتظر ثلاثة أشهر إذا كان هي ما جهاش الحيض أثناء الشهرين وخمسة أيام، تكون عدتها ثلاثة أشهر. هذا إذا كان ما فيش ريبة، أما إذا كان في ريبة واحتمال في الحمل فإنها تنتظر تسعة أشهر اللي هي مدة الحمل. وإذا استمرت الريبة إما تسعة أشهر وإما الحيض، يعني إذا جاءها الحيض قبل ذلك تخرج من العدة بالحيض بالأقرى ثلاثة أقرى. وإذا كان جاءتها حيضة واحدة وتأخرت وكذا فتبقى هي على التسعة أشهر. إذا جاءت التسعة أشهر وانتهت الريبة خرجت من العدة. إذا استمرت الريبة بعد تسعة أشهر تنتظر إلى أقصى أمد الحمل مثل الحرة. ولمن وضعت إثر موت زوجها غسل زوجها ويقضى لها بذلك ولو تزوجت غيره، لكن بعد تزويج غيره يكره، وتقدم في الجنائز أن الأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره. هذه مثال يعني نادر الوقوع. يعني إذا توفي عنها ووضعت حملها خرجت من العدة، وما دام خرجت من العدة معناها أصبحت أجنبية عنه، بخروجها من العدة أصبحت أجنبية عنه. هو مات وضعت الحمل على طول فصارت أجنبية عنه. هل هي تغسل زوجها في هذه الحالة وهي صارت أجنبية عنه ولا لا تغسله؟ قال تغسله وتعطي الحق، تقدم على غيرها لقرب زوجيتها، حتى ولو خرجت من العدة فإن من حقها أن تغسله. لو افترضنا أنه مات هذه الساعة ووضعت حملها بعده بدقيقة فخرجت من العدة، وبعدها بدقيقة ولا دقيقتين تزوجت، لأن خرجت من العدة لأن تتزوج، فهل لو تزوجت ما زال عندها حق في أن تغسل زوجها الأول وليس عندها حق؟ قال الأحب أن لا تغسله. إذا نتقدم في الجنائز أنه إذا يعني تزوجت الأحب أن لا تغسل، يعني لو غسلته وغير ممنوع، لكن ما دام تزوجت غيره عقب خروجها من العدة مباشرة والزوج ما زال لم يغسل فلولا أن لا تغسله، ولكن لو غسلته ليس حراما مكروه. ولا ينقل العتق لأمة معتدة من طلاق أو موت
لعدة الحرة، بل تستمر على عدتها ولا ينقل العتق لأمة معتدة من طلاق أو موت لعدة الحرة، بل تستمر على عدتها، إذ العتق لا يوجب عدة، بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة، لأن الموت يوجب عدة. لحظة، العتق مسألة العتق، هل العتق ذاته ينقل المرأة من عدة أمة إلى عدة حرة؟ مثلا لو مات عنها زوجها وهي أمة فعتقت بعد موته، بدأت في العدة على أنها أمة وبعدين عتقت، فهل تتحول عدتها بعد ذلك إلى 4 أشهر و10، وإلا إذا كان من طلاق طلقت وهي أمة فعتقت بعد الطلاق، هل تتحول عدتها بدل ما كانت طهرين تصير 3 أطهار؟ قال لا، تبقى على ما هي عليه، لأن العتق لا يحول ولا يغير العدة، العدة التي بدأت عليها هي التي تمضي عليها، فعتقها لا يؤثر. الذي يؤثر هو حصول موجب عدة أخرى، إذا طرأت عدة على عدة ذاك هو الذي يغير ما العدة، زي المرأة تقدم المرأة طلقت طلاقا رجعيا فمات عنها زوجها وهي ما زالت في العدة من الطلاق الرجعي، عدتها من الطلاق الرجعي 3 أطهار مثلا، وفي أثناء العدة مات الزوج، فتنتقل هذه لأن حصل موجب لتغير العدة وهو الوفاة، وأصبحت عدتها عدة وفاة، تعتد ب4 أشهر و10 بعد ما كانت تعتد بالأقرى. الذي يوجب، الذي يؤثر في العدة، هذا يسمى تداخل العدد، عدة تدخل على عدة. الذي يغير العدة من صفة إلى صفة أخرى وإذا حصل موجب عدة أخرى، لا إذا حصل تغير في صفة المرأة كانت رقيقا فعتقت هذا لا يؤثر. فلو مثلا المرأة توفي عنها زوجها وهي، لو المرأة مثلا طلقت وهي أمة، طلقت طلاقا رجعيا وهي أمة، ثم عتقت ثم توفي زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي، في هذه الحالة حصل موجب لتغير العدة وهو الموت، لما بدأت العدة الأولى كانت أمة، عدتها عدة أمة طهرين، عدتها عدة أمة طهران، ثم عتقت في أثناء العدة وبعد عتقها مات زوجها، في هذه الحالة هل تكون عدتها عدة الوفاة عدة الأمة ولا عدة الحرة؟ تكون عدة الحرة، لأن الموت أتاها وهي حرة، الطلاق صحيح طلقت وهي أمة، فبدأت عدتها عدة أمة، لكن ثم بعد ذلك حصل العتق في أثناء العدة، وبعد حصول العتق من سيدها مات زوجها فطرأت عدة جديدة، العدة الجديدة هل تعتد
باعتبار حالتها الأولى وهي أمل، باعتبار الحالة اللي بدأت فيها العدة من الطلاق، فتعتد بشهرين، وإلا تعتد في هذه الحالة بالحالة الجديدة التي طرأت عليها، لأن الموت أتاها وهي حرة، فإنها تعتد في هذه الحالة عدة حرة، لأن الموت حصل لها، لأن الموت عدة الموت حصلت لها وهي حرة، فتعتد بأربعة أشهر وعشر. إذا اللي يغير المدة الحالة عدة الرقيق إلى عدة حرة ليغيرها ليس هو مجرد العتق، وإنما موجب العدة هو الذي يغير. موجب العدة ينظر إليه هل طرأ على رقيق ولا طرأ على حرة. إذا طرأ على حرة ينبغي أن تكون العدة عدة حرة، ولو كانت هي بدأت عدتها عدة رقيق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وكذا لو طلقت الأمة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة، لأن الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة، فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين. نعم. ولا ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمي ولا ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمي عن ذمية أسلمت بعد البناء ومكثت تستبرئ منه. إذا كان ذمي متزوج ذمية، كافر متزوج كافرة، وأسلمت، لما أسلمت نظرا لأن نكاح الكافر فاسد هي المطلوب منها بدل أسلمت الاستبراء التيقن من عدم حملها، وهذا بالنسبة إليها يسمى استبراء ولا يسمى عدة، لأن نكاحه فاسد، زي واحد زنى بامرأة فإنه يقال يجب عليها أن تستبرئ لا أن تعتد منه. فكذلك الكافر إذا أسلمت زوجته يجب عليها أن تستبرئ، ولا نقول يجب عليها أن تعتد منه. والاستبراء في هذه الحالة أعطي لها بعد أن أسلمت من أجل تشجيعه على الإسلام، لا يفرق بينهما بمجرد يعني إسلامها، بل يقال لها عليك أن تستبرئي لعله إذا كان هو حريصا عليك أن يسلم، فإذا أسلم أقر على نكاحه لا يفرق بينهما. وإذا خرجت هي من العدة يعني من الاستبراء وهو لم يسلم فإنه يفرق بينهما. لو افترضنا أنه مات الكافر أسلمت زوجته وهي في مدة الاستبراء منه تنتظره لعله يسلم، لكن هو مات، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة في هذه الحالة لأنها مسلمة، وإلا تستمر في الاستبراء وتنتهي يعني عدتها بالاستبراء؟ قال لا ينقل موته، لا ينقلها إلى عدة وفاة، وإنما تكتفي بالاستبراء. لماذا؟ قال لأنها في حكم البائن، نكاح الكفار فاسد، ويتعد في حكم البائن منه. ولو رجل مسلم
وطلق زوجته طلاق باين وبعدين مات، هل تنتقل عدة وفاة؟ ما تنتقل، تكمل عدة الطلاق الباين وتنتهي المسألة. فكذلك هو الكافر هذا ما دام مات هذا حكم طلاق الباين، لا نقول انها تتحول من استبراء الى عدة وفاة 14 عليه، لا، هي تستمر في استبراء وبانتهاء الاستبراء تصبح هي يعني حرة ولها ان تتزوج. وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء، فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة. استبراء المسلمة استبراء الحرة بثلاثة أقراء. الاستبراء في فرق بين الأمة وبين الحرة. الحرة سواء كانت مسلمة، الحرة المسلمة لما يطلب منها الاستبراء من الزنا وإلا كافرة أسلمت تستبري، استبراءها كم يكون؟ حيضة واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة حيضات، هو مثل العدة تماما، لكن يختلف في اسمه، اسمه استبراء، ولكل واحد منهما أحكام. العدة لها أحكام والاستبراء له أحكام، لكن استبراء الأمة حيضة واحدة. لو واحد اشترى أمة ومطلوب منه بعد شراء أن يستبرئها من ملكها الأول فإنه يكفي الاستبراء، يكون للأمة بحيضة واحدة للتحقق من عدم حملها. وإن أقر صحيح بطلاق بائن أو رجعي متقدم على وقت إقراره ولا بينة له، استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره فيصدق في الطلاق. هذا بدأ في مسألة جديدة، في مسألة الإقرار بالطلاق. زوج هو في شهر محرم الآن أقر، قال هو أنه طلق زوجته في شهر شوال، هل نأخذ بإقراره وتطلق عليه زوجته حتى ولو كان ما عندهش بينة، ولا نطلب منه البينة حتى تطلق عليه المرأة؟ قال فيما يتعلق بطلاق المرأة في حد ذاته هذا لا نحتاج فيه إلى بينة، لأنه يكفينا إقراره، ما دام قال طلقت خلاص الطلاق نافذ. لكن التاريخ الذي ذكر أنه طلق فيه، قال طلقتها في شوال، هل نصدقه بإقراره ونقول المرأة هذه تعد طالقة من شهر شوال، مضى عليها شوال وذو القعدة وذو الحجة والآن في محرم، معناها هي خرجت من العدة وانتهت علاقتها به وما عادش تجب عليها عدة الآن، ونرتب عليها كل أحكام المطلقة من شهر شوال، ولا نقول لا أنت كان عندك بينة تشهد لك أنك طلقت في شوال، نعتبرها مطلقة من شوال وتعتبر المرأة خرجت من عدتها وأنت خلاص ما عاش عندك عليها سلطان وهي حرة. لكن إذا كانت ما عندكش بينة على أنك طلقت في شوال وإنما مجرد دعوة تقول أنا أقر أني طلقت في شوال، فهل إقرارك هذا يفيدك في الأحكام المتعلقة بالمرأة وما يترتب على هذا الطلاق للآخرين ولا لا يفيدك؟ أو لا يفيده. لماذا؟ لأن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه، يقر بشيء وحجته عليه، تلزمه هو، ما يلزمه في ذاته يلزمه،
لكن ما يترتب على غيره لا يفيد الإقرار. تستطيع تقول أني أقر أني أطلب من فلان 1000 ولا 10,000، ولا أقر أن فلان باع بيته، ولا أقر أن فلان ظالم وكذا، هذا كله لا يفيد الإقرار، حجة قاصرة. هو فيما يلزمك أنت أيها المقر صحيح، ولذلك ألزمناك بالطلاق فورا، لأن هذا يعني يلزمك أنت. قلت أني طلقت من شوال، نقول لك كونك طلقت هذا نلزموك به لأنك أقررت بالطلاق، لأن كون من شوال هذا لا، نقول لك لا لأن بيترتب عليه حقوق لآخرين. إذا كنت طلقت من شوال معناها المرأة هي المفروض أنت طلقت عليها عدة، ولما تقول من شوال معناها أنت أسقطت العدة، وإسقاط العدة ليس من حقك، العدة حق لله. يترتب على إقرارك أنها من شوال وما عندكش بينة أنك تعديت على حق غيرك وأسقطت العدة بإقرارك، والعدة لا تسقط بإقرارك لأنها ليس من حقك. فلو افترضنا أنك أنت تقول ماشين مطلوب مني، مطلوب مني يعمل في هذه الحالة ما دام ما عندهش بينة، وقال أني طلقت من شوال، نقول له عليك أن مطالب بأن تستأنف المرأة عدة ميلان من وقت إقرارك، ما عندكش بينة على التاريخ الماضي، إذا المرأة تبتدي العدة مليان من الآن، لأن هذا هو مقتضى إقرارك. معنى أن المرأة تبتدي العدة من الآن، هل تستطيع تستفيد من هذا وتقول ما دام العدة بدأت من الآن أني نقدر نرجعها كأن بالرجع، وكان هي ماتت نقدر نستفيد ونورثها؟ نقول لك لا، يفتح لك ربي، الإقرار حجة قاصرة. وكون كنت تبي تورثها ولا بتدير ترجيع، نقول لك هذا يعني في حق لغيرك، لأنه قد تكون ما تبيش ترجع لك، والعدة بمقتضى إقرارك أنها انتهت، لأنك أنت بناخذوك بإقرارك، قلتني طلقت من شوال، فكيف تود تقول أين بنرجعها؟ يعني فيما يتعلق بما يلزمك فإننا نأخذك بإقرارك، ولا تستطيع أن ترجعها ولا ترثها إذا كان ماتت. ما يقولش يعني قاعدة في العدة، أنتم قلتوا هي تستأنف عدة من وقت الإقرار وهي ماتت نورثها، يقول لك لا، يفتح لك ربي، لأن بمقتضى إقرارك أنها هي قد خرجت من العدة. فهذا هو ما يترتب فيما يترتب من حقوق الإقرار، هو حجة قاصرة. وما دام يعني قال العدة، قلنا العدة تبدأ من الآن، لو افترضنا هو مات، هل ترثه أو لا ترثه؟ قالوا ترثه، لأن هذا إقراره، لأن ترثه لأن العدة بدأت من الآن ما لم تصدقه. الذي كان يصدقاته وقالت هو بالفعل الطلاق كان في شوال، كان هي صدقته أن الطلاق من شوال، ما تورثاش لأن خرجت ما لأن هو يعني الآن هو موج زوجة. لكن إذا كان هي لم تصدقه، قلنا لها أنت تستأنف عدة ميلان من وقت الطلاق، هو مات ولم تصدقه أنه طلق في شوال، فإنها ترثه. فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته، لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله. فإن كانت له بينة فالعدة من الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي. إذا كان عنده بينة تبين التاريخ اللي وقع فيه الطلاق، خلاص تبدأ عدتها من ذلك التاريخ. وإذا ما عندهش فالعدة تبدأ من الآن، حتى لو هي صدقتها، حتى لو صدقتها وقالت هو طلقني من زمان،
تصديق هذا يجعلها يحرمها من ميراثها له ومات الآن، لأنها قررت بأنه طلقها من زمان وخرجت من العدة، لكن لا يفيده في إسقاط العدة عليها، لأن يجب عليها أن تبدأ العدة من الآن ما دام ما فيش تاريخ. قد يتواطأ وتتمالى معه على أن طلقها من زمان عشان تسقط العدة على نفسها، تريد أن تتزوج مثلا. فالإقرار كما قلنا هو حجة قاصرة يستفيد من الإنسان فيما هو خاص به وما يترتب عليه من حقوق للآخرين لا تسقط بإقراره، بل هو مطالب بها. ولم يرثها الزوج إن ماتت، إن انقضت العدة على دعواه لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا. يا شيخ محمد اقرأ كلمة كلمة كأنك تقرأ في الفقه لا تقرأ في كتاب جريدة، اقرأ كلمة كلمة واعطي سكتات بحيث السامع عندما يسمع الكلام وأنت تقرأ يدخل في عقله ويتبينه، لأنه يهمنا أن المستمع يستفيد إن شاء الله. نعم. ولم يرثها الزوج إن ماتت، إن انقضت العدة على دعوة. إن انقضت العدة على دعوة، نعم. لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا. ولا رجعة له عليها لأن العدة انقضت، وقال طلقت من شوال والآن خرجت هي من العدة، لا عدة بالنسبة له، ولا يفيده، ما يستطيع يرجعها. لو أراد أن يرجع ولا إقرارك نأخذك به فيما يتعلق بوقوع الطلاق فقط، لكن فيما يتعلق بوقته نلزمك به الآن لا بالتاريخ الرجعي، فالعدة تبدأ من الآن. وورثته إن مات فيها، أي في العدة المستأنفة. نعم. حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه. ترثه ما دام قلنا لا تبدي العدة أنت من الآن، لهو مات ترثه لأن هي لازالت في العدة، لكن هذا بشرط أنها لم تصدقه في دعواها أنه طلقها في شوال. إذا هي صدقته معناها بمقتضى إقرارها أنها خرجت من العدة فلا ترثه أيضا. إلا أن تشهد بينة له، هذا مستثنى من قوله استأنفت. استأنفت العدة إلا أن تشهد له بينة، يعني إذا أقر هو بطلاق سابق متقدم نأخذه بإقراره فيما يتعلق بالطلاق، ولا نصدقه في دعوى طلاق أنه تقدم قبل الآن، وإلا قال إلا أن تشهد بينة له. أيوة، إلا شهدت له بينة أن الطلاق فعلا وقع في شوال، فإن الأحكام كلها بعد ذلك تبدأ من شوال، تكون هي اعتدت وخرجت من العدة، معاش يبقى عنده حق ويرجعها، ومعاش يبقى حق ويرثه، ولا هي ترثه إن مات الآن لأنها تكون قد خرجت من العدة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.